La partie études, on l'a prévu pour 2024. Ça. اخر اجل استغلال المنطقه تكون ناجزه منجزه هي 2024 ان شاء الله. اخر اجل لا. اخر اجل 2024 هذا مشروع وراح يتابع من طرف الوزاره الوصيه ان شاء الله، وراح يكون يتبع السيد المفتش العام للوزاره، هيتبعوا بالتفاصيل تاعو ان شاء الله. تدخل تستدعي دوره استثنائيه للمجلس الاداره تاعك ودير اديتيف في البيجي وتنطمي لابروس. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.